السلام عليكم يا جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع جديد للروكت ليج. اعتذر على القطعه، دائما اعتذر على القطعه ذي الفتره، لكن قلت محتوى ومنشغل شوي للامانه. باذن الله في رمضان راح يكون في مقاطع مختلفه، يعني العاب وغير الالعاب باذن الله. ان صار هذا الشيء، تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج واذا ما استلمتها خلال 24 ساعه راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفره عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافيه، خليكم على المقطع. مع اليد هذه مفيش مستحيل. هالمره الحزمه عن شيء في الكوره او فريق في الكوره، اللي هو اسي ميلان، النادي الكبير لاعب في رونالدينيو. خلاص عشان كذا حاطه من الحقه. مثل ما تشوفون هذه الحزمه عباره عن لوكتين والدومينز والكفر. فقبل كل شيء يعني نحط كود بي اس ال. اي صح، اللي يشترون من كايزن ويرسلون على انستغرام ترى مخزن طلباتكم. تابعنا على انستغرام اذا ما تابعتني، وتابعنا السناب بعد. الانستغرام ارسل لي فيه رقم الطلب، باذن الله قريب بختار كم شخص كذا اعوضه، يا بالمبلغ كامل يا بنص المبلغ. مثلا طلبك 100 ريال يمكن اعوضك 50، يمكن اعوضك 100، ما تدري. بين فتره راح اسوي هذا الشيء لكل اللي يشترون كودي من كايزن، يعني ردا للمعروف اللي قاعد تسوونه. اقسم بالله شيء جميل جدا اني اشوف. اذا انت قبل موقع جديد قاعد تضبطوني اخي، اقسم بالله يا اخي. دعم ما في دعم، القناه ميته من ميته، ما تقصرون والله العظيم. شيء جميل جدا، الله يسعدكم جميعا. خلونا نشتري حزمه، حس طولنا بزياده بس اليوم يعني عبر عن الشيء اللي داخلي. بسم الله نشتري حزمه، اهم شيء نتاكد كود بيس الموجود موجود. حلو الكفر. الحين محتار، ما ادري العب بالدمنز البيضة ولا السوداء. خلينا نلعب بالدمنز السوداء، ما انها يعني لايقه على الطقم هذا. شوف كيف، والله لايقه مره، يعني احس الابيض ما يناسبها. وهنا نحط البريسيت الثاني اللي هو الاوكتين البيضة. ما عندنا بلاك صح؟ لا والله عندنا بلاك. حلو يا سلام. انا اقول نبدا بالاوكتين، راح نلعب اربع جيم، جيمين بالاوكتين جيمين بالدمنز. فزنا جيم خسرنا جيم، في كل سياره لازم نلعب جيم فاصل. الجيم فاصل هذا اذا خسرنا بيه نزل لكم جيفاوي على انستغرام، يا في ستوري يا بوست، واحده منهم يعني. خلونا نخش الايام. حاليا تشامبيون 2 ديفيجن 3. قلت اني وصلت تشامبيون 3 في واحد كتب ما ادري. لا والله وصلت ترى، يعني بس بدون تصوير. قمت العب نهايه السيزون وصلت، يعني ما ادري شلون. والله الماب جديد يا اخي، يا رب خوينا ان اللعيب يا رب، لانه بيساعدنا شوي وقت التصوير. لازم اللعب يكون اثقل، لازم كذا ان شاء الله، يعني ما نجيب عيد زي كذا. والله اني خفت، اقسم بالله اني خفت. هاي يوتيوب، الله قل لايك اشتراك. طيب ايوه جابها، مو جابها من نفسه، ما لعب ستيم عشان كذا طالع اسمي في سلمكس. والله اللعب اثقل هنا يا عيال، والله جدا اثقل. ستيم يا اخي اخف، ما ادري ليش قاعد احس كذا بالطيران يا عمري يا خوي. لازم بعد الجيم هذا نحول على ستيم. ليه يبغى اصدم ليه؟ يعني ما عليه ما عليه، بناخذ البوست حقهم. ليه ناس في خوي نخشش فوجيك بس شش كنت اقول انا. قول له قول له هذا وش هدف. يا سلام جريت باس جريت باس، يعني في غلط مني بس في غلط من خوي برضه. يعني غلطت انا بالخشه هذه، خوينا غلط انه قاعد يتفرج واقف في النص. ما عليه يا عمي ايش دي، الله يقهر اقسم بالله. يا ما أنا ما ادري، ما عرفت اتكلم اقسم بالله. تكفى لك. لا لا اعطاها اسيست، والله اعطاها اسيست، الله يهديك يا خوي. كام اون مين 3-1 4-2. ليه 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 ما كان لها داعي والله الطقه ذي. زين ما يكمل، زين ما يكمل، يا ساتر. انا خفت خوينا ما يصده بعد. والله يمديك تكفى. محاولة الفوز بعد الخسارة الفضيحة. ليه جراندات ليه؟ ما خشيت جراند انا. هذه هدف. لا يا خوي تكفى، لا لمسة. اللمسة ضعيفة والله يا خوي، انا اسف. تكفى يا اخي حرام، والله حرام والله. تكفى يا عيني السيف، والله يا السيف ضاعت. الغبنا على جنب يا خوي، انت على جنب انا افضل.
قريتها كلكليتد والله كلكليتد. روح ضبط لك الكوره روح كمل. طيب الموضوع طيب حلوه يعطيني لك يا عمري نايس شوت اقسم بالله الله يفهم. يا اخي نبغى نستمتع لان عادي الجيم يا اخي ودينا على الدومينز. خلينا نجرب الريستات في الدومينز. انا ما اعرف اسوي ريستات بس في التريننج يعني بس نجرب. طيب ابغى ريست بس عندكم ريست؟ ريست من ذاك الموقع ما ادري شلون لمسته اصلا. انا احس اسمه طويل هذا سيلين اللايف ما ادري ايش احس انه لعيب ان شاء الله انه يكون كذا. لك يا خوي ناخذ بوست هنا. حلوه يا عمري الدومينز ما لا دخل الدومينز بس الدومينز. الكيك اوف التعبان والله وات سيف يا بطل يا اسطوري يا فنان. غلطي غلطي والله غلطي ما ابغى كذا والله. بالعيد ايوه والله يلا جابها والله. خوينا استعجل هنا وش ذي عليه ما عليه والله اني ابغاها قدام بس ما ادري ليش طقيتها كذا على جنب ما ادري تكفى صراحه ان كلنا جايب العيد يعني في ذا الجيم. الجيم الاول كان خساره لوكتين الجيم الثاني كان فوز. الاول في الدومينوس خساره الحين اتوقع انه بيكون فوز بعدين نلعب فاصه سلوم ولا يب سلوم. يقول لكم لايك شباب حقين الريستات يحبون دومينوس ما ادري ليش. هل الاسم الطويل يفيدنا جراند تشامبيون؟ شوف ان شاء الله. والله قراها والله قراها مجنون يا مجنون والله هني على القرايه والله. تكفى يا عيني والله الشوطه حلوه. استقعد استقعد اعطاك يا ساتر كيف ضاع ذي. ادري انه بيضيع يعني هدف غبنا والله غبنا. انك بخوينا كان اقدر اسوي افضل من كذا اتوقع يعني. ما عليه انا اهم شيء الفوز نجيبه باذن الله ان شاء الله. هدف صعبه بو البنش او انا يسار. امي ماوي نو بروبلم. الو جلتش تكفى. لا ما عليه لا مستحيل يا عيال والله قهر والله قهر كيف بلكنا كلنا. ما معي بوست لا تكفى لا يجيبها الحمد لله كلهم تركوا المرمى. الو شو بينزل لكم جيف واي اوكي بس بلعب بالدومينز زياده. والله اني ملغبن اني خسارتين بالدومينز والله شيء يقهر. والله ضيعنا فرص في الجيم اقسم بالله انه كثير والله انه كثير. انا حاليا متعود على الفينك للامانه متعود على الفينك اكثر من لوكتين بس انه كذا ابغى افوز بالدومينز ابغى كذا اشوف الفوز. ناس استخوينا يعني مفروض اللعب كالكوليتد يس الحمد لله. تكفى خوي وينك والله الناس يا اخي مفروض انه يتقدم معي يسوي شيء امشي لك نوشت والله نوشت يا شيخ ساتر التبليك. صدها والله صدها ما ادري شلون صدها سبحان الله ركت لي كذا تعال قول اوه وش الشيء اللي خسره كيف وين يلا ابلع هدف ما له داعي ايده راصيدك اللعبه راصيدك
السلام عليكم. الكوع الكوع. اخ.